أنا من سوريا، يعني صار لي من عام 2021 25/8 وعم نعاني من معاملة إغامة السنة هي اللي هي حماية يعني. فنحن نطلب من الدولة النمساوية تسهيل الأمور، نحن نطلب من الحكومة أنه تجيب لنا عائلتنا لو على السنة ونهين نستوفي حق الشروط اللي هي مستلزمة علينا يعني. فنحن لما يعني عم بيخلونا كل هالفترة هاي دائما بعيدين عن أعياننا، لا عم نتشتت، لا عم نندمج معهم، لا عم نقدر ناخذ قرار، لا عم نتخذ أي قرار أو لا تعليم، لا ما عم نقدر نندمج بهال البلد. وأوضاع دائما نحن بحالة نفسية ووضع مستائين يعني نفسيا تعبانين. فنحن نطلب من هالدولة هاي أنه بس تجيب لنا أعيننا يعني، تسهل لنا شروط لما الشمل يعني. هم عم يطلبون منا ان نحن نعمل. انا عندي 4 أطفال وانا وزوجتي 6 أشخاص، يعني بدي مبلغ 3500 يورو يعني اللي يوصل لل 5000 لاقدر انا اعيش عائلتي. فهذا انا ما اقدر عليه طبعا اكيد، لانه انا ما اقدر اني هالمبلغ هذا الراتب ما يكفيني يعني، ما اقدر اسوف الشروط. فهذا من المستحيل. واطفال يعني كلياتها نحن صرنا عائله مشرده يعني. انا لو يعطوني ترحيل من هالبلد ونروح على المانيا يعني ما في مشكله يعني. نحن عيلة صرنا مشتتة وعيلة مهددة دائما بالخطر، دائما نحن أنا مهدد بالخطر، ما فيني أرجع لسوريا من بعد حتى ما أنه إحنا هنا جينا لهنا على البلد هذا وطلعنا مظاهرات يعني. حتى هاي نحن مجردها بس رجعنا أعدام يعني، هاي عواقبها يعني. فنحن نطلب منها الدولة هاي أنه بس أنه سهلنا شروط لما الشمل